السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شخص من المتابعين قال لي إنه إذا أنا مثلا قرأت كجملة مثلا I am going to school راح أقرأها زي ما تعلمتها في المدرسة. أوكي، لكن لما أجي أسمع شخص أمريكي يقولها I gotta go to school, I am gotta go to school، الكلمات الأمريكية البحتة هذه، فأجي يجيني يعني صدمة، يعني وش الفرق يعني؟ خليني أشرح لكم. إحنا زي الفصحى والعامية، إحنا نكتب الفصحى في الرسائل، في الأخبار، في الأشياء الرسمية، صح؟ وفي العامية نتكلم بالعامية مع بعض، مع الحقيقة في الناس. نفس الشكل في الأمريكي، فأنتوا عشان يعني تتجنبوا هذه اللخبطة، تعلموا شيئين مع بعض، أوكي؟ تعلموا كيف تتكلم المحادثة، وبرضو كيف تكتبوا الأشياء. إحنا أنا في هنا في تركيزي معاكم في القناة إنه على الأشياء المحادثة. طيب احاول نعطيكم محادثه اكثر شيء، فركزوا معايا ان شاء الله وانتم راح تستفيدوا الكثير، يعني لانه قاعد اعطيكم اياها بكيف تتكلمون مع الناس وتسهل لكم الطريق ان شاء الله. وبس